عودة مرة أخرى إلى سوهاج، حيث أقيمت فعاليات المائدة الحوارية لمناقشة مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج وعدد من رجال الدين والحقوقيين، إضافة إلى مقرري المجالس القومية المختلفة بمحافظة سوهاج. نتابع تقرير الزميل خالد المشنب. في محافظة سوهاج أقيمت فعاليات المائدة الحوارية لمناقشة مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور دكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج والمعني من رجال الدين والحقوقيين ومقرر المجلس القومي للسكان والطفل والقومي لحقوق الإنسان وممثل القومي للمرأة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج. حضرت النهاردة المائدة المستديرة عن موضوع المقترح قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة. الفكرة نفسها ممتازة جدا لأنه يبقى في قانون يلم كل الجوانب اللي احنا محتاجين ان احنا نغطيها في القانون، مع الإحالة للحاجات أو للمواد اللي هي بتبقى ليها علاقة بالمجتمع ككل. في برضو تركيز على فكرة حماية الطفل لأنه مرتبط غالبا بالمرأة، في تغطية لجوانب كتير. كان في ملاحظات ممتازة جدا متعلقة بالصياغة القانونية والمواد الخاصة بقوانين أخرى. كان في أفكار متعلقة بكيفية التعامل مع المرأة في حال كانت شاهدة وحمايتها عن طريق تفعيل برنامج حماية الشهود. النهارده كان في مائدة مستديرة من ضمن الأنشطة اللي بننفذها على القانون اللي مقدم لمجلس النواب من قبل النائبة نشوى الديب، وده كان لقاء بيشمل مجموعة من الإعلاميين، مجموعة من القانونيين، مجموعة من رجال الدين، مجموعة من أساتذة الجامعة للوصول أو مناقشة القانون المطروح في مجلس النواب واخد بعض الملاحظات عليه، وده كان لقاء خدنا بعض الملاحظات وبالفعل وخدنا بعض التوصيات اللي بالفعل انها تكون موجودة معنا في القانون الفترة اللي جاية. عملنا توصيات على القانون ده، ويمكن النهاردة انا شفت بعض التوصيات اللي احنا انشأناها واللي احنا اوصينا بيها. شفنا ان المؤسسة مشكورة حطتها في محمل الجد وعدلت بالفعل على بعض المواد اللي احنا ذكرناها. شفنا ده حقيقي، يعني كنت مبسوط جدا، والنهاردة والتاني مرة بنشارك وشفنا اراء جديدة وشفنا حاجات جديدة. احنا بس عايزين بس نقول للمؤسسة ان احنا محتاجين كمان نشتغل بشكل اكتر من كده واوسع من كده. خادم مش نبدأ قناة طيبة.